طيب، وفي سؤالين برضو. الإمام بيسرع في الصلاة ومش بيلحق معاه المأموم إن هو يصلي، والإمام أوقات رجله مش بتلمس على الأرض في السجود، هل ده يبقى مشكلة؟ بلاش وسوسة بس الآن، يعني خلينا في الجزئية الأولى. اه، أنا قلت إن دي أسئلة وسوسة برضو لما كنت الإمام يسرع في الصلاة والمأموم لا، يصلي معاه عادي صح؟ صلي معاه عادي.